نزل علينا بحال الصاعقة هذا الخبر، يعني ما كناش منتظرينه. وانا بصراحة كنا مع الاتصال كذوب على الله حرام الآونة الأخيرة شتو داير نيرمو، ولأن حالته لا تطمئن. ولكن كتقول هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا، كلنا لهذاك النهار ما كاينش فيه الشك. غير هو الله يرحمه ويخلى بصمة فنان، فنان ما كاينش خو بصراحة الله. نور الدين بكر حبوا المغاربه والجاليه، يعني وعطى الشيء الكثير بالاخص المسرح المغربي. ونور الدين كان استثنائي بصراحه الله، كان اللون ديالو لون بوحدو، يعني ما شابيش للفنان، عنده واحد الفن ديالو خاص به. ومن الناس كي قلت لك اللي ساهموا في مجموعه ديال الاشياء، ومن بين جل يعني خلق فرقه مسرح حي اللي عطات الشيء الكثير لهذه البلاد السعيده في المسرح. فاحنا في هذا اليوم الجمعه الله يرحمه الله يسعده، الله يرحمه من مات هذا النهار هذا. سي عبد الخالق فايد، من اهم الذكريات يعني اللي بقات راسخه في الذهن ديالك، يعني بحكم الشغال ديالك معاه سي عبد الخالق فايد. والمرحوم كله ذكريات، يعني المرحوم في البدايه ديالو قبل ما التحقوا لا الله سال لا والو، يعني في ديك الساعه ديال البريباراسيون ديال الصعود ديالنا للمسرح، كان هو عاجل بصراحه الله، بحال المسؤولين على الفرقه، انك تدخل لي لوج، كيهيئك على انك تدخل في اتم الاستعداد للبيبليك، وكيزيد لان بحكم تجربته سي نورمال، لان بكر تاريخ ماشي وليد اللحظه. ها وانا الشيء اللي كنقول لك، راك تعازينا للساحه الفنيه وتعازينا الحاره لعائلته ولوليداته والعائله الصغيره والعائله الكبيره اللي هما المغاربه اللي حبوه من طنجه للكويره والجاليه المغربيه. فهذا يعني الله اللي بغاه، الله عطاه الله. المغربيه غتفتح سي نورمال، لان قلت لك واحد من رموز الفكاهه الاستثنائيه في المغرب هو نور الدين بكر، الفنان التلقائي الكوميدي التلقائي اللي لا ما كاينش تصنع، وكاك شخصيته بقى بكر. هو بكر.